باش تلعب راحة البال لازم تنسى وما تقصى وتتعلم تسامح. اللي فات مات الآن. شكون فينا من الغلطة معصوم؟ هاني ماشي مهموم. شكون فينا كامل ما فيه عيون؟ صافي ما دار في النوم. شكون فينا؟ شكون فينا من الغلطة مصوم؟ شكون فينا هاني ماشي مهموم؟ فيها عيون صوافي ما دار ذنوب. شكون فينا؟ روح نتقابل ونهضرو. هكذا تهنيني ونهنيك نبقى وحباب ما نتخاصرو. ما معليش اللي فات مات قلب المؤمن ما يكون حقودي. نتسامحو ما دلنا في الحياة هيك الموت راه غير تدي. معليش اللي فات مات قلب المؤمن جودي. نتسامحو ما دلنا في الحياة هيك الموت راه غير تدي. معليش اللي فات مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من اللي فات مات. عدد جديد وقصص جديدة راح نسمعوها. اللي حبي يشارك في البرنامج سهلة، ما عليه غير يبعث SMS لواحد من هاد الأرقام اللي رأينا نشوف فيها أسفل الشاشة، ولا يبعث لنا رسالة على صفحتنا فيسبوك اللي فات مات، ولا في الإنستغرام أيضا، وإحنا راح نرجع نكلموكم ونسمعوا القصص تاعكم. نمشي مباشرة نشوفوا ملخص وش راح نشوفوا في عدد اليوم من اللي فات مات. حياة فتاة اللي جات تقول لنا انا راني متوحشة خويا، اجمعوني بخويا. شحال من سنة ما وش هدر معاك؟ دوكا 12 سنة. كان يضربني يردني، ما ماشي كاع انا. تحسي كان يحقرك ولا كان يخاف عليك؟ كان يحقرني. توحشتيه؟ المهم سمع كلمتك مسامحة وخلط. امين ولا يرضع البيبغون؟ أمين ولا يدير لي كوش؟ المخ تاعو كمش كيما ضربو 9 سنين قعد مخو 9 سنين. نتمني نكون بيلوت. كي ضرب هذا الطفل 29 سنة حبيت نخطب له ما كاش. أنا اللي حاب هو شكون تقبل بيا؟ إيه؟ شكون تقبل بيا؟ باش نتزوج. مرحبا بكم من جديد. القصة اللي راح نشوفوها ونسمعها دوكا هي قصة حياة. حياة فتاة اللي جات تقول لنا
انا راني متوحش اخويا اجمعوني بخويا، خويا عندي سنوات ماهوش يحكي معايا، خويا اللي المفروض يكون سندي راه سامح فيا، خويا اللي المفروض يعاونني باش نربي ولادي ما يعرفش اصلا ولادي كيفاش شكلهم، خويا راهم عاديني، اجمعوا بيني وبين خويا، نروحوا مباشره نستقبلوا حياه. مرحبا بك. اهلا حياه، مرحبا بك، تفضلي. واش راكي حياه؟ تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. لاباس؟ صافا الحمد لله. عندك شويه راكي خايفه شويه، ستريسي شويه. شويه. ما كاش مشكله، هنا باش تكوني مرتاحه وتفتحي لنا قلبك وتعبري على واش عندك، وان شاء الله ما تخرجيش منها غير راضيه. ان شاء الله. راني نشوف فيك قبل ما تهضي ديجا عينك مغرغرين بالدموع. بسم الله، هز تناي بلا عقل بلا عقل. شحال في عمرك حياه؟ انا 29. 29، الله يبارك، مزوجه. انا عمي. وعندك شحال من طفل؟ عندي طفل وطفله. طفل وطفله، الله يبارك، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ربي يحفظهم لك. تخدمي واش ديري في حياتك؟ نو، قاعده في الدار. قاعده في الدار. انا قاعده في الدار. طيب، كي اتصلتي بينا قلتي لنا عندي مشكل مع خويا. انا اولا انت مع اخوك كنتي عايشه معك معاه لاباس في الدار كذا، احكي لي فلوك فاش كنتوا عايشين واش صرا مشكل؟ بون، كنا عايشين حياه نورمال صغار وهكا، من بعد انسان بدا يكبر شغل العقليه. كنتوا تفهموا مليح كي كنتوا صغار؟ كنا اكثر من صحاب، ماشي غير خاوة. فتنا الخاوة صافي، كانت علاقة بيناتنا بزاف. وعشتوا في عائلة عادية يعني ما كاش مشاكل، ما كاش أب مع الأم يعني عائلة لاباس؟ ما شاء الحمد لله. ممتاز ممتاز ممتاز. شحال بيناتكم العمر؟ أنت كبيرة ولا هو الكبير؟ هو الكبير عليا. هو الكبير عليك، شحال كبير عليك؟ عامين بيناتنا. عامين، أوكي، عايشين حياة لاباس كذا، أخوك كما أي أخ. الحمد لله. أوكي، قلتي لي أكثر من صحاب، ومن بعد ما كنتوش ضربوا كنتوا صغار لاباس؟ لا لا، ما كنتش أمور لاباس. طيب ومن بعد واش صرا؟ وين صرا الخلل يعني؟ في الكبر صافي، كي بدينا نكبر هو بدا يكبر وانا بديت نكبر. شحال كان في عمرك يبداو المشاكل؟ 17 سنه. واش المشكل اللي صرا يعني؟ كاينه حاجه صرات اللي خلات المشاكل؟ صرات هو عنده صحابه شغل يعمره، اختك ما تلبس، اختك تخرج، اختك هادي، شغل شت لونتوراج تاع لي جان بيناتهم صافي، بداو يعمروه، بداو الهضره زايده معاه، هادي هي. شغل والوالدين وين راهم من هذا كامل؟ الوالدين بون بابا الله يرحمه كان شغل تاع خدمه برك برا، يما كيف كيف كبيره شغل كانت تخدم وصافي، كنا غير انا وياه وخياتي صافي. الحاجه اللي هو الراجل تاع الدار. فوالا، هو الراجل تاع الدار. طيب معليش، بصح الشيء اللي قلتي انت انه كي تخرجي ولا كي تلبسي ولا كذا، ماهوش حاجات اللي يخلوا هادو كامل نشوفوا الخاوه يضربوا عليها ويضرب مع اخته مشاكل، واللي يحب يحكم في اخته، واللي ما تتدخل والبابا تيدخل كي يكون موجود، والخاوه الاخرين يدخلوا، وحكايه يعني تقعد الدور. بصح ماشي لدرجه انه يقاطعك. شحال من سنه ماهوش يهضر معاك؟ دوكا 12 سنه. 12 سنة حياة كاينة حاجة؟ لا لا، ومن بعد أنا كبرت شغل ولاو مشاكل في الدار، وليت أنا نخرج، ومن بعد بابي الله يرحمه يعاود يردني، هو ما يقبلش. كيفاش تخرجي من الدار؟ نخرج كاع من الدار. إيه استناي، لا لا أيوا استناي، دوكا نبداو نفهموا الحكاية. أنه ماشي هذوك الخلافات العادية تاع واش لبستي وخرجتي وتخرجتي. نو، بهذوك اللي خلوني أنا والدار بولاخر تاعو اللي خلوني نخرج. علاش استناي حياة باش ما نلقاوش مبرر لكلش. كنتي تخرجي من الدار، شحال في عمرك؟ 17 سنة. وين كنتي تروحي؟ هكا نخرجوا عند صحاباتي، من بعد سمعنا ما على بالهمش وراكي غير ماما. وماماك موافقه؟ لا لا، كانت ما عندهاش ماما، ما عندهاش كاع دخل في الشغل، ما عندهاش كلمه. وكنت تخرجي عليك ما كانوش يروحوا يشكيوا؟ ما كانوش. 17 سنه راكي قاصر. وكي كان هو يحو ما كانش يحوس عليك سامير؟ هو نو، هو يقول نحكمها نقتلها، نحكمها نقتلها، شغل بابا الله يرحمه هو اللي كان كلش. وكي تعاودي تدخلي للدار واش يدير؟ ما يدير والو، كيكون بابا يقولوا بابا بنتي وانا ندبر راسي بها. وبابا واش كان يقول لك؟ واش كان يقول لك؟ يزقي عليا هادي، فهمني وشغل هو ما يديرش العفايس قدام بابا حتى يخرج. هو كامل الضغط تاع برا تاع اصحابه برا. صحيح حياه، يعني دوكا روح نكونوا واقعيين. بيان سور، يعني الانسان ثاني انه 17 سنه تخرج طفله وفي مجتمع كيما مجتمعنا، تخرجي من الدار حبيتي يفرح بيك؟ لا لا صح. هذه شحال من خطره خرجتي من الدار؟ واحد كات فوا هكذا. اي واش حبيتي يفرح بيك حياه؟ بصح الضغط تاعو اللي خلاني مهما كان الضغط. حياه شوفي، اليوم كاين عائلاتهم يشوفوا فيك،
كاين بنات صغار لم يشوفوا فيك. صح. مانيش حق راكي دوكا كي يمات وعندك طفله. ماناش حابين نوصلوا رساله خاطئه باللي يلاه اللي ضغطوا عليها والديها شويه. لا لا حاجه ماشي مليحه. هي حاجه ماشي مليحه. انا نشوفوا قصص واش راهو يصرى برا. هي حاجه ماشي مليحه. الحمد لله قدرتي تمنعي مام سي خرجتي من دار رحتي عند صحاباتك كذا حياتك ما صرا فيها والو. كاين بزاف بنات اللي هنا تغيرت حياتهم. صح. فانه ما لازمش نعطيه هذا مبرر للناس ومهما كان ضغطي تحكي لي واش من ضغط على الحوايج على كذا الدواس كان ضرب كان يضربني يردني ما ماشي كاع انا يضربك بزاف كان الحق بابا وين صورني الله يرحمه دار لي دي فوتو وعلى باله بهم شغل يردني ما كاش وباباك على ما كانش يحبسه بابا كان مريض مقطعين رجليه تحسي كان يحقرك ولا كان يخاف عليك كان يحقرني يحقرك طيب وكي تزوجتي حضر عرسك؟ لا لا والو ما سيتيش تعيطي له وتهضري معاه تطلبي منه السماح؟ لا انا ابار عمي شغل عمي لا دانيير فوا كامل هضرت معاه قال لي انا ما ندخلش روح اخر مره هضرتي مع سمير وقتاش؟ ما هضرتش معاه صافي ولا مره من 17 2015 لقيت به بون في الدار في الدار هكذايا في الموتى باب الله يرحمه بصح ما هضرتش معاه تما غزنا تكروشينا في الموتى باباك ما هضرتش معاك؟ كي شفتي واش حسيتي انسان سالم يهني خو يقول لك الدم جامي وليم دوك انا ولادي يعيطوا عندي وليدي يعيط غير عمي عمي ما يعيطش كاع خالي يعيط غير عمي عماتي الحق خويا هذا والحرم يما يما تهضر معايا بتخبية حرمها مني ما تهضرش معايا ما تجي لعندي ما تشوفني هي في عرسي هي واختي حضروا بتخبية جاوا صباح وراحوا عشية وعمي عيط له قال له اختك اليوم عرسها اليوم راني رايحه عيط له قال له اليوم حتعقد ما تحرواش قال له اليوم الفاتحه تاعها ما سيتي تعيطي له انت تهضري معاه في التليفون ما كانش عندك الجرأه على باسكو نعرف ردت فعل تاعو طيب الزوج تاعك واش رايه في الحكايه ما هو انتوليكا واي قال لي روحي وشوفي كيفاه باش هو ما يعرفوش حاولي يهضر معاه هو ما جامي تلاقى جامي تلاقى بناتك شحال في عمرهم دوكا بنتي عندها بنتك دوكا شهرين وليدك 3 سنين الله يبارك يتربوا في عزك جامي شافوا خالهم كان جبتيهم معاك اليوم برا راهم هنا ممتاز ممتاز هو تزوج؟ هو تزوج دو فوا زوج مرات رحتي لعرسو؟ لا والو ما سمعت هو طاغ شغل تعرفي مرتو تعرفي ما نعرفش نو طيب نسقسيك حاجه حياه واش اللي يخلي امراه اليوم راكي مزوجه براجلك وامورك لاباس وبولادك ماشي قالك تحوسي على بابك ولا تحوسي على اخوك مع انه عندك راجلك في الدار اللي قايم بك واش اللي مخليك تحوسي عليه بعد هاد السنوات كامل؟ ولادي مام انا تربيت ما تحرمتش من خويا كيما هما ما نحبهمش يتحرموا من خالو توحشتيه فضول حبيت نشوف سمير باش نسقسيه بسؤال علاش مقاطع اختك 3 سنوات كامل نروح نشوف اذا جا سمير طيب اليوم حياه جاتنا البرنامج اللي فات مات قالت لنا انا توحشت خويا توحشت سندي بعد باب الله يرحمه انا عندي ولادي حبتهم يعيشوا وعندهم خالهم اليوم حياة جات بكل قلب صافي رانا نشوفوا فيها سيدة جزائرية كما كامل السيدات دارت عائلة كونت عائلة عندها وليداتها راجلها ولكن مع ذلك يقول لك شوف يقعد البابات بابات ليمات يمات والخاوة خاوة فاليوم راح نروح نشوفوا سمير خو حياة إذا لبى الدعوة تاعنا ولا لا لا فنروح نشوفوا هل سمير لبى دعوة البرنامج وجاء عندنا اليوم ولا ما جاش Thank you.
سمير مرحبا بك. مرحبا بك سمير، واش راك؟ صباح سمير، تفضل سمير، تفضل. واش راك سمير؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك، شرفتنا ونورتنا. الله يحفظك. لاباس؟ لاباس خير. الحمد لله. تشوف منو ومنو، تقول نشوف وجوههم نعرف عافيه شكون جابني، واش هو يهضر عليا، واش كاين؟ انا خمم القينا. واش يتبالك خزرتهم باللي راهم يشوفوا بك ناس ملاح، ولا يشوفوا فيك باللي ظالم ولا مظلوم ولا كيف؟ الله اعلم. الله اعلم. وربما لا ظالم ولا مظلوم. ان شاء الله. سمير، شكون في رايك اللي جابك اليوم البرنامج اللي فات مات؟ صدقا انت شكون داير في بالك؟ خممت وما لقيتش. ما جاش، ما جاكش شك تجاه حتى واحد؟ ما عندكش مشكل؟ جاني و... شكون؟ نورمال اختي. اختك؟ على واش عندك مشكل مع اختك؟ بروبليم. مشاكل؟ شحال عندك ما شفتش اختك؟ عند 4 سنين هكذاك. 4 سنين، نروحوا مباشره نشوفوا شكون اللي جابك باش نحيوا لك سسبانس. اعطيونا نشوفوا شكون اللي جاب سمير البرنامج اللي فات مات. ما عرفتهاش. وسمع اختك سامير. حياة. هذه هي حياة يا سامير. هذه هي حياة. ما عرفتش اختك. علاش سمير؟ كان شوف سمير، كي انت كي حياة، في زوج صدقا تبانوا ولاد عائلة، تبانوا ناس ما شاء الله. واش سمعت من عند حياة ما فيه ولا شيء يستاهل انك ما تشوفش اختك ولا ما تشوفوش هاد السنوات كامل. معليش انا نقول لك هي واش قالت لي، من بعد تيك انت من حقك تقول لي واش حال. حياة تقول انه انا نعترف بلي يعني انا كنت في الدار مع خويا، كان صاحبي ماشي خويا، كان صاحبي ما كانش خويا. من بعد هاتيك كي بديت نكبر، ودوك حنا على بالنا سمير المراهقه وكذا، نخرج وندخل ونلبس ويضرب معايا وكذا، وقلنا لها بلي هذا الشيء كيما في كامل العائلات، في الدار عندنا في جيراننا، العائله الجزائريه ما ديرها هكذا، دبزه ودماغ بين الخاوه، ولي ما تبابتي رونجي، والخو يزير، والطفله هي طبيعي، هذا الوضع الطبيعي في العائلات. ولكن انه يطور هذا الوضع باش يولي الاخ يعادي اخته تماما، وحتى بعد ما كبرت وتزوجت يقعد مقاطعها، هي اعترفت وقالت باللي انا خرجت من الدار 3 ولا 4 مرات، ويدخل باللي ربي الشاهد انه كنت نروح عند صحاباتي، ولا مره درت اي حاجه عيانه، واليوم راني مزوجه وبولادي وراجلي هو اللي قال لي روحي صالحي خوك. فسمير اليوم هاي اللي اختك قدامك، فهمنا وين راه المشكل خويا سامر. ما نقدرش نفهمك. اغزر فيا واسمعني، انت انسان طيب، واختك اليوم ما جاتش قالت اي كلمه سيئه في حقك، بالعكس قالت ولا في حق نفسها حاجه يتحشم بها. شوف سمير، سمير انا حياتي كان جات اختي وكان راني فخور بها. معليش على بالي. طيب لو كانوا ما جات لي للدار واستقبلتها ونورمال عادي. خافتك؟ قالت لي شحال من راح حبيت تروح له خفت. وانت على ما رحتش لعندها؟ راه خاطرش انقطعت كاع الم... علاش؟ علاش؟ معليش 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 سامر، علاش انقطعت العلاقه بيناتكم؟ صراو لي بروبليم بزاف. معليش، مشاكل اللي في صراو في اي عائله؟ صراو اكثر. معليش، يقعدوا مشاكل اللي يعني كيقول لك الدم يقعد الدم يا سامر. بالي الدم يقعد الدم صح. هذوك مشاكل صراو في الصغر. صراو في الكبر وفي الصغر. معليش، بعد ما تزوجت. ياك تزو انت هاد المشاكل اللي صراو لانه انت حرصان عليها صراو، ياك انا متفاهمين على هذه. صراو المشاكل، هي تزوجت، خلاص تزوجت وراي براجلها وبولادها، واش اللي يخليك تقعد مقاطعها؟ خلاص دوك عندها راجلها يحكم فيها، دوك هذه اختك بالدم وتحاسب عليها عند ربي سبحانه. ما تروحش لعرسها سمير، تزوجت خلاص راهي رايحه لدار راجلها، ما تروحش لعرسها صديقي. ما كنتش على بالي انا، قال لي امير وطار. ما لو كان عرفت كنت حتروح؟ ما نروحش. طيب معليش سامير، شوف قبل ما تهضر، انت راك شويه مجيني. حياة خوك هاولي قدامك، خزري في الشاشه اللي راهي قدامك وقولي له شكي حابه اختي. قولوا لي فات مات، الدم جامي يولي ما
خلاص انا ولادي مش حبيت حرمهم كلمه خالي، عيطوا غير عمي، حبيت نحسهم يعيطوا خالي. تحرم تحتمل يما، اهدر معاها سمي، تهدرش معايا انا اختك، تهدر معاك اهدر معاها هي. والله ما حبيت نجي، عرفتها بلي هي لو كان موجهتني للدار مش قدام الناس والاخر، انا نفري مشكل الناس. احنا نفهموك، شوف سامير، احنا شوف سامير، خزر فيا خزر فيا صديقي، لو كان اليوم اختك جات وقالت كلام يقلل من قدرها ولا قيمتها نقدر نفهمك. بصح بصح ماشي قدام الناس، انا مش حاب انا عيب ولا يهضروا عليا. هي هي استنفى، ما كانش يهضر عليك، بالعكس سمير سمير، كي اليوم انت كي اليوم انت ما نحلوش المشكل مع اختك، الثمانيه الناس يحكوا عليك، يقول لك اختو جابته في البرنامج قدام كامل الناس وهكذاك، وما قدرش ينسى اللي فات، وما قدرش يتلاقى باختو ويسلم عليها. باكاش اختك جابتك سمير؟ اسمح لي اسمع هذه برك يا سمير. حياه انا واش اللي خلاك تجيبي اخوك في هذه الفتره بالذات؟ واش الحاجه اللي انت راهي عندك في حياتك وهو ما على بالوش بها؟ بسكو في اي لحظه نقدر نموت. علاش في اي لحظه تقدري تموتي؟ خلاص المرض كلاني. عندك سرطان حياه؟ انا تعرف شنو انت سامير من اختك؟ ما خمتش في الموت وخمت انه تشوف خوها تصالحوا قبل ما ربي يدي امانته. تعرف شنو معناته في الوقت اللي اختك عندها طفل في عمره 3 شهور ولا طفله في 3 شهور وطفل في عمره 3 سنين وانت ما تعرفهمش، غدو من غدو تلاقى مع ولاد اختك في الطريق كيفاش؟ شوف سمير ما تعطيني ولا سبب يقدر يقنعني علاش تقاطع ولاد اختك، اختك عندك معها مشكل. ما انا ما عندي حتى علاقه معها. وغدو تلاقى به في الطريق، غدو واش تخدم سمير؟ اي عندي اختي، عندي اختي ما نهضرش معها بصح كيف كيف. سمعني انت خياتك في الجمعه ما تهضرش معها. ماشي ما نهضرش معها، ما نروحش عندها للدار على جال راجلها. معليش. واش تخدم سمير؟ واش دير في حياتك سمير؟ انا خدام شوفير. صح، يجي نهار تلاقى بوليد اختك وانت ما تعرفوش. تجيك نورمال طبيعي. النورمال اك شايف شكله؟ شفت اني شايف شكله. شفت شكله؟ شفت شكله وليد اختك؟ نعرف هو. واسمه؟ ما نعرفش اسمه، نعرف الشكل ديالو في التصاور. واسمه حياه وليدك؟ يزيد. اه يزيد مرزاق واسيم. يزيد يزيد ارواح يزيد. اليوم حنخليك تشوف يزيد، ارواح يزيد. ايا يزيد، اعطيونا تصفيقه كبيره ليزيد. يزيد روح عند خالي. يعني هذه الملائكه علاش يعيش محروم من خالو سامير؟ صلوا على سيدنا محمد صديقي، صلوا على سيدنا محمد. الله يسلم. شوف عندك حلين، انا لو كان تقول لي راني مسامحها ونحب ما نحكيش في تفاصيل، راني مسامحها والدور يدوروا لي شاز وتتسالموا، والله ما يهمني البرنامج ولا نحوس على تفاصيل في البرنامج، يهمني تتصالحوا. اذا حاب صفي القلوب قبل راك تشوف الطفل ما قدرش ما يقعد عندك لانه ما عرفكش. سي نورمال. سي نورمال وتجيك هذه نورمال؟ النورمال على بالي النورمال بصح ماشي نورمال. اروح وليدي اروح اروح، عاود روح عند طاطا، عاود روح عند طاطا. سقسيك غدوة من غدوة ربي يدي امانته، غدوة من غدوة ربي يدي امانته، راهي مريضة بالكونسير وتقدر في اي لحظة ربي يدي امانته. يعني العلاقة تاع هاد الدراري بعائلتكم باي باي، ما يعرفوش خالهم. عندك دراري؟ لا ما كاش، ما عنديش بزاف زوج. حيكون عندك دراري بلو طاري يدك تبربي. تحب لو كان انت عندك ولادك خالهم ما يستعرفش بهم؟ تجيك طبيعية. أعطيني حاجة واحدة قراف دارتها يخلي قلبك جا فيها هكذاك. خليه لنا تفاصيل تاع شرف. ما نقدرش نحكي قدام تفاصيل تاع شرف. ما نقدرش نهضر. معليش. صرا بروبليم بزاف. معليش معليش. صح حنا ليميسيون تاعنا تعرفوا اسمها سامير؟ اسمها اللي فات مات. اسمها اللي فات مات، معليش، اسمها اللي فات مات. اليوم أنت راك مستعد تنسى اللي فات وتقول لي فات مات وتعاود تلاقى باختك؟ اسمع لي يا سامير،
اسمعني، انت جيت ياك طواعيه البرنامج وجيت وانت خاطرك مرتاح للبرنامج، وحنا اختك درنا كما يقول لك المستحيل باش قدرنا نوصلوا لك داكور. فانه هذاك خلي هذاك امر اخر في نخرجوا نناقشوه انا وانت داكور. فاليوم حياه انا حياه نعم قولي لنا الخوك واش جيتي تقولي له؟ جيت نقول له سامحني في كل حاجه غلطتها معاك سواء صغيره سواء كبيره. طيب حياه اذا حابه تبدا صفحه جديده مع اخوك راهو قدامك الهضره راحت لي، يعني جايك سمير. اذا حابه تعودي تلاقي بخوك اعطيه له بادره بحزن النيه. تاديش يقول اني مسامحك. معليش اني مسامحك وما يهضرش معايا طول حياته. معليش المهم اسمع كلمتك مسامحه وخلاص. معليش انت تقابليه وتقولي له لي فات مات تضغطي على الزر. تفضلي. بدون نقاش سمير، بدون نقاش تفضلوا. يلا حاب نشوف تعنيق بيناتكم سمير. تفاصيل وحنا احتراما ليكم ودائما نقول لخصوصيات العائله الجزائريه ما حبيناش نفهمهم. انت وحدك اللي تعرفهم، انت انسان راجل راه تبان قلبك طيب. احنا اللي يهمنا حاجه واحده ياك، انت هضرت خمسة دقائق ياك ما هضرتش، بصح تهمني حاجه واحده انا كتشوف انك تلاقيت بها وسلمت عليها وقلبك حن وراح تروح تولي تزورها وشفت ولادها، والله بالنسبه لينا هذا اهم انجاز. فاليوم اختك راهي مريضه، توعدني بحاجه انه دوكا تخرجوا تروحوا مع بعض تتعشوا مع بعض ان شاء الله. وعد تروح لعندها ولا هي تجي لعندك؟ ان شاء الله باك نشوف. بصح الاكيد انه راح تبقى على تواصل، ماكش مشكل. وعد سمير، وعد تاع رجال. تحيه كبيره لسمير وتحيه كبيره للحياه، وربي يجيب لك شفا اختي ان شاء الله. مرحبا بكم. نتمنى وإن شاء الله الشفاء للحياة. نقول رسالتي لكل 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 أخ، كي تكون عندك أختك صغيرة جنفي، كامل البنات تجيهم فترة وين يوليو يشوفوا الحياة بشكل مختلف، كامل البنات تجيهم فترة وين تصعب عليهم الحياة وين يكونوا كاين إغراءات الحياة كيما يصرى معك أنت. فهنا صديقي عف عوضا ما أنك تعنفها وتحقرها وتكون قاسي معها، ساعفها احتويها حنحن عليها. اختك عندها احتياجات متطلبات، وفرهم لها انت، لانه ما توفرهمش انت تقدر تقصر عينها وتخرج تحوس عليهم برا. عندك اختك محتاجة الحنان تاع الاب وتاع الاخ، وفره لها في الدار باش ما تخرج تحوس عليه برا. كي تغلط ربي خلقنا باش نغلطوا ونصحوا الاخطاء تاعنا، لانه النتيجه كي تكون تخرمي اختك برا نتيجة ما تكون ايجابيه وما راحش تكون جيده في اغلب الاحيان. فرفقا باخواتكن. مرحبا بكم من جديد. ضيفي الان شاب اسمه امين. امين اتصل بنا وقالنا انا اليوم راني حاب نستضيف الشخص اللي على جاله حياتي تبدلت، اللي على جالو حياتي خسرت. امين اتصل بنا وقالنا بلي انا كي كان في عمري 9 سنين كاين انسان ضربني بالطونوبيل تاعو، وبسبب الشيء اللي صرالي حياتي كامل فسدت، وليت ما نقدرش نمشي، وليت ما نعرفش نهضر، وليت ما قدرتش نكمل قرايتي، ما قدرت ندير والو في حياتي. وهذا الانسان بعد ما دار معايا هذا الشيء اختفى وما حاولش حتى يعاونني. نسحق تصفيقه كبيره 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 الامين وللوالده تاعو. مرحبا بكم.
طبعا امين لظروف صحيه ما قدرش يدخل يعني حتى قعدناه وكذا. مرحبا بك امين. مرحبا بك مدام. كيفاش اسمك مدام؟ ويدف سعاد. سعاد هويدف بويدر هويدف هويدف هويدف. مرحبا بك. واش راك امين؟ صافا الحمد لله. شحال في عمرك امين؟ عندي 29 سنه. 29 سنه الله يبارك. واش دير في حياتك امين؟ قاعد في الدار. ربنا كما خلقتنا. ملي كان في عمرك 9 سنين وانت قاعد في الدار. إيه. طيب امين ما تزعجش كي تحكي، ما تقلقش ولا ما عندكش مشكل. نورمال. طيب قولي قبيله حتى قلت لهم يجيبوا لي الدواء تلقلق خلاص. شربت الدواء؟ إيه. يعني دوكا كيموروبوزي راك هايل قوسطو. إيه. في الشباب. ايه صحتك صحتك امين صحتك. طيب قبل ما نسمع منك نسمع من عندك مدام، كيفاش حتى صراو الحادث كي كان صغير؟ كان في عمره 9 سنين خرج كان برا واقف عند الطريق هكذايا، وعلى ماشي هذاك السيد من الطونوبيل كان جاي، وكانت حبسه واحد الفورغون قدامه جاي دوبلي. كي جاي دوبلي خرج فيه واحد اخر قاس لي امين. ضرب 15 يوم هو كوما، شهر في مصطفى، 6 شهور في ازور بلاج، نهار ما وقفش عندي ولا جا سقساني ولا قال لي وليدك واش بيه ولا واش والو. ما حوش حتى ما حوش عليا. ورحتوا انتم رفعتوا دعوه قضائيه؟ فدنا عليه دعوه قضائيه بصح وشنو انا نحوس عليه هو كي ضرب هذا الطفل 29 سنه حبيت نخطب له ما كانش شكون اللي تديه. اه اللي نقولها تقول لي بصح مسكين امين مريض. معليش بالعقل بالعقل. كي كان 9 سنين بعد الحادث دخل كوما. دخل كوما. وكي دخل كوما اسلم كي دخل كوما ما جاوش ما بازاروه هو ما جاوش زاروه. ضرب 6 شهور في ازير يدير لا ريدوكاسيون ما كاش اللي طلع عليه لا هو لا مرتو. نهار اللي ضرب التليفون لا تليفون ما جاو سقساو. ونقول لك انا على قلت لك عيط له هذا السيد انا باش نقول له في وجهه باش راح نهضر له في قفاه يرحم باباك. نهار اللي نهار اللي وليدي قاعد في دخل في ذاك النهار للكوما، نهار اللي داوه للكوما كي تجي مرتو واش تقول لي عنده خوه كوموندون. انا على نحوس على خوه كوموندون ياك تيجي تسقسيني على الولد راجلك دار اكسيدون من ذيك الدقيقه جات وقفت ما زشتها. يعني انت حسيتي كلي تهديد؟ شغل تهديد تهدد فيا؟ طيب معليش معليش معليش. من بعد هذيك هو ما بانش كامل ما بانش. قبل ما نوصلوا ليه مدام انه نحب نحكي على لا سوفرونس تاعك يعني كيفاش انا عانيت نكذب على وليدي. عنده باباه عنده باباه وعانيت باباه. شحال عندك دراري مدام سعاد؟ 7 الله يبارك. أي يبارك فيك. عانيت والوضع لاباس المادي ولا قيس قيس ولا ما نقول لكش انا قال لي لا ما نقول لكش انا ملفها ما عندناش الحمد لله ما عندناش وما يخصناش ما عندناش وما يخصناش يا اخي. واش يخدم باباه؟ باباه اجون. وانت تخدمي؟ ما نخدمش قاعده في الدار. خاوته؟ عنده مع خاوته صغار. صغار هو الكبير؟ عندي الكبيره اللي راهي متزوجه وعندي هذا تحتها والباقي كاع صغار عليه. داكور داكور. يعني الوضع قيس قيس. انا نقول لك شوف لا ما عاوني بليكوش حشاك انا ديجا هذاك فطن يرضع البيبرون 9 سنين وكان بوني ليفغ كان يقرا وخذوا. بس علاش حبس قرايته؟ علاش حبس قرايته؟ ما كاش كيف انا نقول لك 6 شهور وفي السبيطار. خاطش يدي مرض من الله صعب ما ننجمش نكتب. كي زاد هذه الخطره دير لي يا رام ميم يحب يجيب الخبير يجيب الخبير راح يدير لي يا رام صابوا المخ تاعو تكمش كي ما ضربوا 9 سنين قعد مخو 9 سنين ضمور في المخ. ايه 7 خلايا تاع مخو موته بقاو له 3. هذا يا هل ترى انسان ولا وشن؟ مام با قلت لك ما جاش طلع عليه مام با. صعيب الاحساس انه يكون وليدك بصحته لاباس عليه وما عليك تشوف. نكذب عليك روح نرفدو باش ندير له لابيسين. ما لقيتلوش هذيك لاشيز باش نحطو فيها. سفريت نكذب على وليدي نقول لك ما سفريت سفريت بوليدي. ونهار ما دار الجيس انا هذا الانسان انا حبيت نسقسيه لا هل ترى لا عنده ضمير ولا ما عندوش.
أو يرقد ولا ماهوش يرقد. بصح راه ضرب بنادم. إيه ولا لا وليدي. في 2011 رحت للدار البوشاوي سقسيت عليه في بوشاوي وراولي دارو. كي رحت للدارو قالت لي مرتو روح في دار شراعنا هدرو. من بعد في دار الشراع حكموا لي 14 مليون. يا ترى صحتي تسوى 14 مليون؟ وما عليناش هالسنه خلينا امين من 14 مليون والاخرين. ما جاتش للدراهم، ماناش نهضروا حنا على الدراهم، حنا نهضروا على هذا الانسان كيفاه يرحم بابك ملي ضربوا 9 سنين، نهار ما رفدش تليفون، نهار ما جاش ليا، انا ما نعرفوش. تلاقيتوا بعد الحادث ما تعرفيش تي ولا ما شفتيه؟ انا ما نعرفوش، انا دوك كان نعرف. انا تلاقيتوا ما حبش يهدر معايا. ما تعرفش بيه. شفتوه فصفص. اي شفتوه فصفص، وهو قعد في الطونوبيل، انا رحت ليه. مرتو قالت لي روح، قالت لي في دار الشراع نهدرو، وفي دار الشراع حكموا لي 14 مليون. يا ترى 14 امين احنا ماناش نهضروا على امين. معليش معليش كيما قلت دوك نرجعوا ليه هو. انت قالوا لي كنت صغير كنت انتيليجون كنت حاب تكمل تقرا. إيه علاش ما كملتش هادشي؟ هل ما قدرتش كامل تكمل تقرا؟ ما كمل مام لوكا بالعقل. كي دخل كي دخل ليكول كي دخل ولاو ما يخافوا ذراري. علاه؟ ما حبوش حتى درنا معاهم حاجه. علاش؟ قال لك لا لا مريض حسبوه مريض عقليا. قلنا لهم يا ودي الطفل راهو انتيليجون يقرا. ايه يعني كاين شهاده طبيه عنده يعني يدو ايه عنده يدو برك تصفق وعنده هذه. كيفاش كيفاش يعني نظن باللي مدرسه تجيب لهم شهاده طبيه من عند الطبيب المتابع الحاله تاعو يقول لهم باللي الطفل هذا شغل كونكور باللي. ومن بعد هذا دخلوه هدرنا مع المدير راح باباه وهضر معاه وكاع دخلوه يقرا. كي دخلوه يقرا لحق للست ايام. للست ايام خرج ما قدرش يكمل. ويت ايام ويت ايام ويت ايام خرجوه. كي خرجوه كمل بالمراسله. واش الحاجه كنت متمني انت؟ كيفاش كنت تشوف حياتك امين قبل كنت الحادث؟ كنت متمني نكون بيلوت. كنت حاب تكون بيلوت. كيفاش كنتي تشوفي الحياة تاع وليدك بلا هذا الحادث مدام؟ والله غير كان لاباس بيه، كان طفل ما شاء الله الناس تحبه. كما قال لك واش تحكي لوليدي؟ كان والله غير لاباس بيه، الناس قاع تحبه لحد الآن الناس قاع تحبه. الحمد لله صاب صحاب الخير وقفوا معاه عمه كيما خالته قاع وقفوا معايا ما نكذبش عليك. والله غير وقفوا معايا للدقيقة التالية. انا هو قلت لك والله نقول لك ضرب في وجهه حشك لي كوش وحده ما رفداش وجابها لي. طيب نهار اللي خرج من لاغيه عطوني هكا واسمه كيفاش يقولوا لها لاليس. لاليس باش كاع واش ياكل. امين ولا يرضع البيبغون؟ امين ولا يدير لي كوش؟ امين النهار اللي فطرني النهار اللي نجو باش رايحين باش نطلعوا عليه في لاغيه انا نفشل هذا يموتوا لي باباه يموتوا له رجليه. واضح واضح مدام واضح. هو يقول لي طلعي وانا نقول له طلع انت قبل. خايفه على ذيك اللقطه كي ندخل نشوفه باللي واضح راهو بعيد شرميد. واضح مدام سعاد واضح. شوف امين سمعنا القصه من عندكم راح نروح ونشوفه اذا يوسف راهو هنا اذا لبى الدعوه تاعنا. احنا راح يكون عندنا مسعه تاع خير كما سمعنا من عندكم نسمعوا من عنده وان شاء الله اذا قبل الدعوه واذا جا واللي قدرنا ليها ربي نديروها. اوكي ان شاء الله على بركه الله. الله ان شاء الله. اذا محمد امين جهوة الوالده تاعو باش يتلاقى بيوسف هذا الانسان اللي راهو يقول لك انه هو اللي تسبب لي في حادث مرور وهذا الحادث مرور خسر لي كامل حياتي.
تكتبت كما تقول الوالدة تاع أمين، تكتبت وكتبها ربي، ولكن على الأقل وقف معاه وشوفوا. راهم يقولوا بلي منهار قاسوا بطونوبيل ما زادش حوس عليه وما تلاقاش وهي ما تعرفوش أصلا. حقيقة هذا الكلام راح نشوفوه إذا يوسف قبل الدعوة تاعنا. راح نشوفوا هل يوسف قبل دعوة البرنامج أم لم يقبل. تصفيقة كبيرة للسي يوسف. تفضل سي يوسف، تفضل. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل سي يوسف، مرحبا. تفضل تفضل تفضل. مرحبا بك سي يوسف. الله يسلمك. واش راك؟ لاباس. لاباس بخير، امورك لاباس؟ لاباس. راك منور. الله يسلمك. جيتنا منا من العاصمه، من البوشاوي. بوشاوي. واش راك ناس بوشاوي؟ لاباس الحمد لله. العواد، انا كي نجي بوشاوي نشوف العواد والطبيعه. الله 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 يبارك. تركب العود سي؟ كاين وي تركب. اه خيال. اه الله يبارك ما شاء الله. واش تخدم سي يوسف؟ خدام في مؤسسه. في مؤسسه عموميه. نعم. راك مركز منا. ركز معايا اختي. الكاميرا معايا انا. معايا انا. شحال في عمرك سي يوسف؟ 55. مزوج سي يوسف؟ نعم. عندك دراري؟ عندي ثلاثه الله يبارك. دراري ولا بنات؟ زوج ولاد وطفله. زوج ولاد وطفله. نعم. الله يبارك. يتربوا في عزك كبار صغار؟ كبار. زوج كبار 19 و 13. مزوجين؟ لا مش مزوجين. لا. ان شاء الله ربي يبعث لهم الذريه الصالحه وتفرح باحفادهم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. سي يوسف كي جاتك الدعوه كل انسان يدير في باله يبدا يدير يقول لك بالك فلان بالك فلان، انت في رايك شكون اللي دعاك البرنامج؟ والله ما باغي نخمم. خممت بزاف يعني في شحال؟ وقيلة تقريبا 10 ايام اللي وصلتك الدعوه. كل ما تجي ترقد تخمم فيها. جيت تخمم فيها باسكو ما تقريبا انت وين راك تخمم في رايك شكون؟ والله ما على بالي. طلعت هبطت ما لقيتش. ما لقيتش باسكو انا ما خرجت والحمد لله ما نربحش الحمد لله. في رايك اللي جابك جابك باش يصالحك ولا باش يعاتبك؟ والله ربي عالم. والله ربي هو اللي عالم. لكن مجرد انك جيت وما خفت يعني انت انسان اللي راك مستعد. جيت وخلاص. طيب راح نروح مباشرة تشوف الشاشة شكون الشخص اللي استضافك اليوم في برنامج اللي فات مات. يلا هاتي ونشوف. شكون هادو؟ ما عرفتهمش. ما عرفتهم. ما عرفتش اللي مات وما عرفتش الطفل. نعم. هذا اسمه ولا تحب تسمعها من عنده؟ لا من عنده ولا من عندك. تفضل قول له شكون انت. محمد امين اللي الضحيه تاعك. عرفته. شكون هذا؟ عرفته محمد الامين. وش يكون محمد امين عمي يوسف؟ نقول لك عمي يوسف لانه راك في مقام بابا عمي يوسف. الله يبارك ويسلمك. وش يكون محمد امين؟ في رايك علاش محمد امين جابك هنا؟ لا على بالي في الدومين. وش صرا في الدومين؟ اكسيدون. كان صغير على ريبوك وبالنهار تاع الجمعه والناس راقدها. ربي يقدرها. ربي يقدرها. آه. وما كانش اللي يقدر يعترض على اي حاجه قدرها ربي وعلى المكتوب. ولكن سي يوسف اليوم محمد امين جاء وكلام الوالده تاعو ما قالتلكش انا معترض على مكتوب ربي، ولا قالت اليوم جايه نطلب منه دراهم ولا اي حاجه. العتب تاع ام امين وتاع امين راهم يقولوا باللي انت من اليوم الحادث لا سقسيت عليهم لا اتصلت بهم لا حوست عليهم. هي تقول لي انها ما تعرفكش. لا كنت نروح له وعندي الزوجه، هي معي الزوجه عندها مجرات. والله عندها مجرات وحتى من لاسيرونس حتى من الشركه. بالعقل اولا قلت انت ما عرفتوش، كيفاش ما عرفتوش عمي يوسف وانت تروح؟ تبدل تبدل لي. وقتاش اخر مره شفته؟ صدقا عمي يوسف. 2011. والحادث وقتاش صرا؟ في 2000. في 2000. يعني يعني طيب في هذا الوقت كامل عمي يوسف من نهار صرات الحادث
قلنا حاجه مقدره عمي يوسف انسان قصته بطونوبيلتك تقدرت وربي يكتبها، لكن موراها كنت تروح كنت تحوس عليه يعني قدمت له كاش مساعده كاش رحت ليه؟ لا شركه هي شركه لاسيرونس الحمد لله ونروح ليه كنت طونوبيل تاع المؤسسه يعني تاع المؤسسه ونروح ليه حتى لمصطفى باشا كان في كان صغير كان كان كيما كان في كوما وعندي زوجة وعندي حتى شهود والله اوف الحمد لله مدام سعاد نعم قلتي لي تجيبوا ناس يوسف حابين نشوفوه ونوجهوا له كلمة راحوا قدامك في الشاشة تفضلي سي يوسف هاي لك مدام سعاد قالت لنا جيبوا لي سي يوسف نوجه له كلمة تفضلي مدام قولي له وين تجيت وين تجيت عندي لا كي كان في المستشفى انا جيت عندي كي كان في المستشفى كي كان في لاغيا انا جيت انت خطره ملي ضربته خطره ما جيتش كاع عندي الزوجه تاعك جات نهار اللي سمعت باللي وليدي ضربته طوموبيل جات عندي وقالت لي باللي عنده خوه كوموندون جات هي والعجوز زي ماك من ذاك النهار لهذا النهار ما شتهاش ضربت 6 اشهر في ازور جيت عندي انا عبد الحسن سمحني سامحني والله معليش 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 طيب انا ما جيتش نخاصمك ولا معليش اسمع برك جات تقول لك عمي يوسف اسمح برك جات تقول لك عمي يوسف معليش اسمح لي عمي يوسف اسمح لي عمي يوسف عمي يوسف الناس راهم يشوفوا فينا وحنا ما كاش مشكل شوف انا بكيت عليه قسما بالله بكيت عليه انا شفت دوك الدموع كانوا في عينك طيب الحمد لله مقدره باش نروح على ابو فارق ربي كتب لي عاوت وليت رحت على ولدي ماشي مكتوب بربي كما صرات له كانت قادره تصرى لوليدك يعطيك الصحه عمي يوسف معليش اليوم باش حنا باش نصفيو القلوب لا 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 انت بعد الشيء اللي صرا قعدت حرقه في قلبك وحسيت بالالم ولا ما حسيتش تتفكروا بين الوقت والاخر ولا ما تتفكروش بس سامحني نقول لك كلمه كي قصتو بنهار الجمعه واش يدير على 7:30 برا على بالي بلي انت انسان عندك قلب كيما اي انسان وعلى بالي بلي حاجه كيما هذه واليوم انت راك اب تحس بها تحس باللي لو كان كانت قادره بعيد شرط صرا مع واحد من ولادك وتكتبت هكذا انت لو كان صرات مع واحد من ولادك عمي يوسف صدقا كيفاش تكون ردة الفعل تاعك تحس على ما تحس ايه انا انسان بشر انه مهما كان طفل 29 سنه يوم حياته راحت ايه دوك انا قلت لك واش راني نهضر معاه قلت لك مقدرها ها على 7:30 تاع الصباح يبيع في النحاس يبيع في النحاس هم الجيران شاهدين معليش معليش بغض النظر واش كان يدير معليش هذيك على حسب كل واحد الظروف تاع الوالدين معليش عمي يوسف علاش علاش معليش بالعقل امين على ما كنتش تقسي عليه عمي يوسف مهما كان انت قستو عايز عيط تقسي عليه ادي له قفيفه وضعيتهم كي كان يبيع في النحاس عمي يوسف اسمعني عمي يوسف وليدك والله راني وليدك كي كان يبيع في النحاس يعني وضعهم قيس قيس انا سقسيت عليه لاسيرونس عطات له شركه عطات له شحال طاتني 14 مليون ترد لي حياتي وازير بلاج رحت ليه والله ما جيت كان في لابيسين والله ما جيت المحكمة قضات بتعويض تاع 14 مليون والله العظيم ما جالي يا السبيطار معليش معليش نقول لك يا وليدي معليش معليش مدام سعاد معليش شوف عمي يوسف انا اللي قول كلمة الحق مدام سعاد قالت لي ما جيش نحوس على التعويض المادي قد ما نحوس على التعويض المعنوي طيب عمي يوسف انت في هذا العشر سنين اللي فاتوا 11 سنة 20 سنة 20 سنة يعني كنت على الاقل من داك تروح تزور وتشوف وضع على الاقل تحسوا باللي مهما كان يعني حتى اذا تقدر والله شوف القلب اللي عندي بالك ما نقدرش نكذب عليك بالك ما كاش كيما انا والله العظيم اقسم بالله غير نبكي عليه الدم كنت تحشم تروح تشوفه يعطيك الصحه والله العظيم هادي واش نقول لك ها اكثر قاع ما اونفا لا غادي في لامبوسيبل كون مع روحك تفكر يعني انه مهما كان الوضع هذا تقدر تكتب وفي الطريق ما كنتش نجري 90 كيلو معليش امين معليش ما يهمش التفصيل هذا ما يهمش ما كنتش نجري وانا ديتو وانا قمت به تديتو انا ديتو للسبيطار ولا غير ديتو انا في الهوندا تاعي تاع الشركه شكون بصح اللي شدوك؟ الجيران انت هربت انا هربت جيراني مازالوا حيين لحد الان
والله غير جيراني مازالوا حد حيين. مدام عندي زوج شهود معايا سيدي كادر كانوا معايا في لا ميسيون. معليش مدام كيهرب بعد كيفاش حتى كيفاش حتى وصلتوا له؟ يرحم والديك. مدام سعاد انا كنت في الدار كنت مريضه. اها انا كنت غير ما خرجت من السبيطار كنت مريضه، سمعت الفران تاع الطوموبيل من داري سمعته، جات بتلوستي قالت لي طاطا سعاد نقول لك واش كاين، قلت لها شوفي راني مريضه غير ما تقولي ليش. مسكينه خرجت، عاودت انا خرجت وقفت عند الباب نلقى جاري واقف، قال لي يا سعاد اختي، قال لي راهم طلعوها امين، قلت له على امين واش بيه، قال لي ضربته الطوموبيل، قلت له ذاك الفران، قلت له تا امين، قال لي ايه. والله الجدرميه في ذيك الدقيقه جاوا لي قالوا لي جيبي لنا ليفري فامي، الجدرميه قاب ظن بوز فيه والله العظيم، غير نبوس في الجدرمي ونحلل فيه ونقول له قول لي خويا وليدي مات، الا مات قول لي، يقول لي والله ما مات يا خالتي والله ما مات، وانا نبوس ونعنق في الراجل برا. لحقت الفوق لابريغاد تاع لي جوندار، كي لحقت وليدي كي قال لي شحال في عمره نسيت والله نسيت. معليش معليش مدام سعاد معليش معليش، اليوم يوسف راهو يشوف فيك، واش الرساله اللي حابه تجي تقوليها له اليوم؟ انا شوف نقول له حاجه واحده، انا نعرف انسان يكون عنده ضمير عنده هو ولاده وانا عندي ولادي، ايه ولا لا؟ اللي كان كيما هذا شوف كيف راهو، حسبي الله ونعم يشرب الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقر خوها حسبي الله ونعم الوكيل. بصح واش حابه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حابه صلح ولا عتاب؟ لا لا انا ماشي، انا اللي حاب هو شكون تقبل بيا؟ ايه شكون تقبل بيا؟ باش نتزوج وعندي دار نركض وسط الخرابه، والله انا راقد في الليل وش تقطر فوق راسي، وش حبيت؟ حنوني حاب يجي يزورك ولا حاب يقدم لك مساعده؟ انا لا خليه هو يهدر ماذا هدر. مساعده. طيب امين. طيب سي يوسف، اليوم امين جاك وقال لك انا مأمن انه هذه حاجه تقدرت، بصح انا وضعي صعب بسبب الحادث اللي تسببت لي فيه، هو يشوف باللي السرعه تاع 90 كيلومتر هي اللي كانت سبب في الحادث، مع انه احنا متفقين انه كتبها ربي. معليش عمي يوسف راني نقول لك باللي معليش امين امين معليش خويا معليش 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 عمي يوسف الله يخليك الله يخليك عمي يوسف معليش عمي يوسف لا يا عمي يوسف لا لا انا درت الخير يا اخي سيمون دروان نروح. معليش عمي يوسف اسمعني 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 نقول لك عمي يوسف بعد يسمعني عمي يوسف لا ماشي هكذا. تفضل عمي يوسف تفضل. اعطيونا تصفيقه كبيره لعمي يوسف. عاود فاصلوا الميكروفون نبيل. امين نبيل تفضل سقم له برك الميكروفون صديقي. معليش معليش هادو ظروف التسجيل تاع البرامج الاجتماعيه. معليش بينما نبيل يسقم له الميكروفون نروح عند امين. امين يا امين ياك حنا مسميين البرنامج اللي فات مات. إيه؟ ما نحكي معليش اسمعلي امين اسمعلي اسمعلي انا اخوك ما نحكيوش على اللي فات. انا اسمعني ما نحكيوش على اللي فات، اللي فات صرا وراح. شوف نقدروا نقعدوا هنا خمس سوايع نحكيوا على الماضي، الماضي ما يتبدلش. الرجل قال لك انا سببي الوحيد اني حشمت اني حشمت، وقال لك انا انسان راني حصل في روحي، وانا انسان اصلا ما عنديش دراهم باش نربي ولادي. هو راه يقول معليش اسمعني امين اسمعني اسمعني امين. شوف حاجه المساعده اليوم يا خويا احنا رانا نوجهوا كبرنامج وانا كمقدم للبرنامج نوجهوا نداءنا الكامل للجمعيات اللي ناشطين في العاصمه ولا برا العاصمه اللي قادرين يعاونوا امين ويقدموا له اي مساعده. هذا الانسان راه محتاج لمساعده، هذا الطفل كان راح يكون بيلوت في المستقبل وما كتبش المكتوب وما قدرش يكمل، اللي حاب يعاونه ما عليه غير يتصل بينا وحنا نربطوه مباشره به ويقدم له المساعده اللي يقدر يقدمها له. هذه حطوها تكوتي امين، هذه حاجه تاع ربي. اليوم عمي يوسف يا عمي يوسف عمي يوسف راه يقول لك انا ما كنتش نجي نشوفك باسكو حشمت حشمت. عمي يوسف نعم توعدني بحاجه حاجه برك وعدني حاجه وعدني
انا راني حاب كاش نهار نجي نزوركم نلقاكم في قاعده تفطروا مع بعض. ديروا وليدك عمي يوسف يا راك ترقع. ديروا وليدك ديروا وليدك عمي يوسف راني جايك. نعم عمي يوسف نعم راهو كي وليدك على الاقل سيدي في العيد روح عيد عليه وقول له صحه عيدك على الاقل نشوفه شو تروح تشوفه ايوا نشوفه تزوروا ايه نزوروا خلاص والزياره الاولى تاعك قول انا نجي معك نديو له قفه مع بعض ونروحوا لعنده بصح توعدني انه تروح تزوره وتسقسي عليه على الاقل باش يرتاح شويه وحنا ان شاء الله شوف الجمعيات اللي راهم يسمعوا فينا ويقدروا يعاونوا يعاونونا ونروحوا حنايا في رحبه ونروحوا لعنده نزوره ان شاء الله متفاهمين ان شاء الله طيب امين دقيقه امين امين ننساو اللي فات ونقولوا اللي فات مات وتقابل سي يوسف وتسلم عليه وهو راه تعهدك بلي يجي يزورك وحنا نتعهدوا الحاجه اللي ماشي قادر عليها هو الماديات حنا نعاودوك نقولوا اللي فات مات اللي فات مات عبز لنا على البرس طيب سي يوسف قولوا اللي فات مات وتدور وتسلم على امي راهو كي وليدك وتروح تزوره ان شاء الله يلا اللي فات مات هاو كي وليدك هاو هو ناط يعطيكم الصحة شكرا بارك الله فيك تفضلي مدام يعطيكم الصحة شرفتونا ونورتونا تفضلوا عمي يوسف يعطيك الصحة عمي يوسف شرفتنا ونورتنا حب لي اللي شفتك الله يحفظك الله يحفظك عمي يوسف بارك الله فيك شكرا ميرسي بور لو بوبليك ربي يحفظك شكرا الصلح خير وان شاء الله دائما ربي يقدرنا باش نقدروا نصلحوا بين الناس اللي راهم يجيونا للبرنامج ودائما نقولوا حنايا نساو اللي فات واللي فات مات